السؤال التاني يا اختي. بس انا ما همنيش، طلعت البرشام وقلت ما بدهاش بقى. السؤال كان صعب قوي، انا مش عارفه ايه ده. باسم، باسم. اه يا جماعه، ازيك يا منال؟ ازيك يا صبح؟ ازيك انت يا باسم؟ ايه انت ما كنتش شايفنا ولا ايه؟ انا الحقيقه ما خدتش بالي منكم خالص. والله ولا مطنشنا؟ ايه الكلام الغريب ده؟ على فكره انا ما بحبش المصطلحات دي خالص. مصطلحات ايه يعني؟ طنشنا ونفض لنا والكلام الغريب ده، كلام بلدي قوي. في كلام اشك من كده وبيدي نفس المعنى. بس ده مش كلام بلدي، يعني كلام موضه، روش. اي حتى كمان كلمه روش دي انا ما بحبهاش. يلا عن اذنكم. ايه ده ايه ده، انت مش هتقعد معانا؟ لا الحقيقه مش هينفع اقعد معاكم، انا اصلي مشغول قوي ورايا حاجات مهمه ولازم اعملها. يا سلام، يعني جيت لنا لغايه هنا عشان تمشي وتسيبنا؟ انا ما جيتكوش لغايه هنا ولا حاجه، انا كنت ماشي في حالي وانت اللي ندهتي عليا. بعد اذنكم. فين رحتي؟ فين؟ يخرب بيته يجنن بقى. منال يوسف تعجب بحر. هو بصراحه لذيذ قوي يا صبح والله. طب يا حبيبتي بالهنا والشفا. الله، تسلم ايديك يا طنط، الكشك يجنن. الف هنا وشفا يا حبيبي. يا ماجده نفسها في الاكل هايل يا ابني. في الاكل بس يا بابا، انت كده هتزعل الكوماندا. اقدر برضه نفسها في كل حاجه بتعملها، حتى الحاجه اللي ما بتعملهاش. اللي ما بتعملهاش ازاي يا بابا؟ دي جديده دي ولا ايه؟ ايوه جديده. صحيح عملت ايه في امتحاناتك النهارده؟ يا ماما انت لسه فاكره؟ ده بابا من اول لما دخلت سالني بالتفصيل عن الامتحان. مش كنت بجهز لكم الغدا كده يا ماما؟ يعني انا اهم ولا الغدا اهم؟ بصراحه يا شايبه، يعني بالنسبه لموضوع الجوع يعني الغدا اهم. كده ماشي، مش هفوتها لك. بنتك دي فظيعه، عندها 300 لسان. الحمد لله، تسلم ايديكي. ايه ده ايه ده، لا تاخدني في دوكه، ما كملتش شكلك ليه؟ لا بالعكس، ده انا اول مره اكل بالشكل ده. بالهنا والشفا. طيب على العموم ده بيتك وانا مش عازمك في بيتك. يلا أنسة نلم السفر. انا نفسي افهم انت متضايقه من ايه؟ انا لو جالي شلل هتبقي انت السبب. انت يا ولية اتجننت في عقلك ولا اتجننت في عقلك؟ عايزه نبيله تاخد ولاد ابني وتروح للست القابله يقعدوا يتوتودوا مع بعضيهم وتقولي لي متضايقه ليه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي يا روح قلبي، هي مش هتاخد الولاد للست دي، واخده الولاد لجدهم. هي ما تقدرش بس تقول له لا. ما تقولوش لا ليه؟ تقول له لا و300 الف لا، وكان بيصرف عليها ولا بيصرف على عيال ولا له حكم عليها؟ لا وفريدي ده مهما كان حماه ما تقدرش تكسفه وتقول له لا. ده انا شايفاها بعينيا دول اللي هياكلهم الدود وهي بترفض تروح لهم. علشان انت ما تزعليش، بس هم بيقعدوا بقى يتحايلوا عليها فكسفت تقول لك. وان شاء الله هتنزل طولها وتروح امتى؟ هم عازمينها بكره يعني، وهترجع كده على المغرب ان شاء الله، والاستاذ يوسف هيوصلها لحد هنا. انا ما يهمنيش هي تغور في 60 الف، ده هي كل يهمني ولاد ابني. الله، يعني هي تروح من غير العيال؟ ده الاستاذ يوسف نفسه وامنيه حياته ان الولاد يقعدوا معاه يوم بحاله. خلاها تروح. كتر خيرك يا ست الكل، يا قمر انت يا حياتي، انا هروح بقى افرحها. يا ترى هيحصل ايه في الزياره دي؟ ماما زمانها جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات. والله كان يوم جميل قوي النهارده، ربنا يخليكوا ليا يا رب. ده انت نورتينا، وكتاكيتك دول مالوا علينا البيت. ربنا يخليكوا يا رب، ودايما مفتوح بحسك وبحس عمي. بيتك يا نبيله، تشرفي في اي وقت يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا عمي، ما يحرمنيش منك ابدا. خليك يا بلبل معانا كام يوم عشان خبر. كام يوم يا خبر؟ انت حماتي تبهدلني، انت ما تعرفيهاش. دي ما بتنامش لو بنت من البنات في حضنها. طب خلاص، يبقى سيب لنا ريهام الليل، البنت نايمه حرام تصحيها. هتعيط وهتزن طول الليل وهتصحيكي، مش هتخليكي تعرفي تنامي. ربنا يخليها لك ويخلي لك سلوى يا رب وتفرحي بيها، بس بالشهاده الاول وبعدين الجواز. ربنا يخلي لك ولادك ويبارك لك فيهم. يا ست سريه اهدي، زمانها جايه،
ده المغرب مدانا بقى لها ربع ساعه، يعني ما تاخرتش. تعرفي تنعطيني بسكتك انت؟ يعني ايه هستنى لما الفجر يدن؟ زمانها قاعده ترغي هي والسنكوحه بتاعته وجايبين في سيرتي. وهاتك يا شكاوي ما هتصدق، عاملين حبايب كده، ما هو دايما الحما مكروهه. امال ايه؟ وزمانهم بيشيلوا في العيال ويحطوا فيهم لما قطعوا خبرهم. اه يا ناري، امسكها ازاي؟ احكمها ازاي بس عشان تبطل تروح وتيجي؟ انت عاوزه تعملي ايه؟ انت عاوزه تحبسيها في قفص ولا تخبيها؟ حرام عليكي، دي شابه برضو عاوزه تروح وتيجي، ما تضيقيش عليها علشان ما تهجش مني. اهو دايما بقى ارمله الابن تبقى الام عاوزه تربطها ربط. علشان كده في الصعيد لما الواحده جوزها بيموت اخو جوزها بيتجوزها. حتى لو كان متجوز وعنده عيال، علشان كده النار بتولع عند اهل الجوز. خير؟ في ايه؟ لا مالك سرحت كده مره واحده؟ ست سراي، ست سراي، في ايه؟ تاهت ولقيتها. لا هي ايه؟ حسام لازم يتجوز نبيله. ايه بتقولي؟ ايه حسام لازم يتجوز نبيله؟ ايه ده يا مصبطيش، دي الست نبيله اكبر من الاستاذ حسام بسنين. ما يجراش حاجه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة ويكبر منه بسنين. ايوه بس ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، احنا ايش جابنا ليه؟ ده الناس هتاكل وشنا. والناس تفيدني بايه لما اولاد ابني يشحططوا بيني وبين امهم وجوز امهم؟ ساعتها الناس هتفيدني؟ لا يا حبيبتي، اللي ياكل وشنا يدفعوا بالسم الهاري. يقطعني، يا ريت كان لساني اتقطع ساعة ما قلت الكلمة دي على لساني. يا دي النايبة يا ربي، دك نايبة لما تلوشك. هو أنا لما لم ولاد ابني في حضني كده تبقى نايبة؟ ساعتها نبيلة يبقى لها راجل يحكمها ويشكمها، لا تقدر تروح شمال ولا تقدر تروح يمين. طب وهو؟ وهو مال؟ هو ذنبه ايه؟ يعني ياخد واحدة أول بخته متجوزة قبل كده وعندها عيال وسنها أكبر منه. صحيح الست نبيلة يعني ست هادية وتتهادى للملوك، لكن برضو كل فولة وليها كيال. وسي حسام متعلم عالمة فرنجي ودنيا ودين، هيوافق ازاي بس؟ يعني ايه تعلمة فرنجي؟ هيكبر عليا هقول له كلمة هيقول لي لا؟ ده انا كنت اكسر مناخيره، انا ما حدش يتحداني ابدا في اي حاجة صمم عليها في دماغي. ويبقى يوريني بقى هيعترض ازاي. يا بنتي انا خايف يكون اتعود على صوتي وانا بغني ما يعرفش ينام بعد كده. ربنا يخليك لينا، يعني ما احرمناش من صوتك ابدا. الحمد لله على السلامه، ما لسه بدري. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا روح ماما. ايه يا اختي خدتك القعده، ما قدرتيش تقومي بدري شويه تيجي؟ الست المحترمه تقعد في بيتها، بالذات اللي ما تكونش وراها شغله ولا مشغله وعندها اولاد تربيهم. تقعد في بيتها مش تقعد تتنطط من بيت لبيت. انا بتنطط من بيت لبيت؟ ده انا ما شفتش الشارع من ساعة ما ولدت رياض. لا يا سرية، عشان ربنا يلطف بيكي. ايه يا اخويا، انت كمان جاي تبكتني ولا تبكتني؟ انا اعرف ربنا اكتر منك، مش انت اللي هتعرفني الصح من الغلط، ولا انت خلاص بقيت المحامي بتاعها؟ صباح على خير يا بنتي وربنا يتولاكي. وانتي ربنا يهديكي. يا سلام، يهديني ليه؟ مجنونه ماشيه شعر منكوش؟ ربنا يهديك انت يا حنين. اما انت خشي بقى شقتك والصباح رباح يا بنت رمزيه. اهدى ازاي بس يا ماما؟
ده لو خدوا مني سلوى ممكن يجري حاجة. إن شاء الله ما توصلش لكده أبدا. ما توصلش لكده إزاي بس يا ماما؟ ده أنت جاية في نص الليل تقولي لي إن أعمامها اجتمعوا عشان يرفعوا قضايا وياخدوها مني، فاضل إيه تاني؟ بس كده وصلي على النبي ووطي صوتك عشان بيتك نايمة. أنا جاية لك عشان تلحقي تتصرفي قبل ما هم ياخدوا أي إجراء. أتصرف إزاي بس؟ لا ما هو لا يمكن يكون البديل إن أنا أسيب يوسف. مين قال كده؟ ده انا ما صدقت ان قلبي اطمن عليك يا بنتي. انا مش عارفه هم عايزين ياذوني ليه وعايزين ياخدوا مني بنتي. انا ما عملتش حاجه عيب ولا حرام اني اتجوزت، هيستفيدوا ايه لما ياخدوها؟ مساء الخير. الله ده ايه النور ده؟ ده نورك انت. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ طب مش كنت تدينا خبر كنا فرشنا الشقة ورد ولا ايه يا مجدة؟ الله ايه الحكاية؟ في ايه؟ ولا حاجة يا أستاذ، مفيش حاجة. سلامتك يا أخوي. مفيش حاجة زي يا ماما، ما احنا لازم نقول له. طب ما تقولولي فهموني ايه الحكاية؟ اللي كنت خايفة منه حصل. أمام سلوى لما عرفوا اني اتجوزت عايزين يرفعوا قضية وياخدوها مني. أيوة مش عارفة أتصرف إزاي. طب اهدي أنت بس، اهدي وإن شاء الله هنلاقي لها حل. أنا لو خدوا سلوى مني أنا أكيد هيجرالي حاجة. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ألف بعد الشر. أمي دلوقتي سلوى ما تاخدش خبر بالحكاية دي إلا بعد ما تخلص امتحانات، وربنا يقدم فيه الخير. استاذ يوسف انا اسف يا متر اني جاي لك من غير ميعاد. ما تقولش كده يا استاذ، ده بيتك. اتفضل حضرتك اتفضل. شكرا. ما تتصورش حضرتك سعادتي قد ايه ان حضرتك مشرفني ببيتي. حضرتك منور والله والبيت نور كله. اتفضل يا استاذ يوسف. قول لي بقى حضرتك تشرب ايه؟ اقعد بس، اقعد ما تتعبش نفسك. طيب حاضر، تحت امرك. انا جيت لك بالشكل المفاجئ ده لان في موضوع مهم عامل لي حاله حزن وكآبه في البيت، فقلت اجي اعرف واخد رايك فيه. وانا رهن اشاره حضرتك، اؤمرني. هو الحقيقه الموضوع يخص سلوى بنت ماجده مراتي. مالها؟ أهل المرحوم أبوها بيرتبوا لرفع قضية علشان ياخدوها لما عرفوا إن أمها اتجوزت. معقولة الكلام ده؟ ده أنتم متجوزين بقالكوا فترة كبيرة قوي، اللي خلاهم يتحركوا دلوقتي؟ يمكن لما تأكدوا. عموما كويس إنهم ما رفعوش قضية لحد دلوقتي، إحنا هنحاول نحل الحكاية بشكل ودي. لكن اللي أنا عايز أعرفه دلوقتي، هم علاقتهم إيه بالمدام بتاعتك؟ هو جد سلوى يبقى عم مراتي. آه أهو ده بقى سلاح ذو حدين. إزاي يعني؟ يعني ممكن يكون عشان هم قرايب مع بعض يكون ده في صالحنا، على أساس إن هم هيحسوا إن دي بنتهم ويحاولوا يتعاطفوا معاها، وممكن برضو عشان هم قرايب يكون بالنسبة لهم شيء مؤلم إن بنتهم تتجوز واحد غريب. طب والحل يا متر؟ لا ما تخافش يا أستاذ يوسف، إن شاء الله هتتحل. هي سلوى اتأخرتي ليه؟ والامتحان كان صعب للدرجة دي؟ لا لا اطمن، أنا بس ما بحبش أطلع من اللجنة إلا في آخر دقيقة. يا شيخ حرام عليكي خضتيني. تعالي تعالي. ده أنا قعدت أتخيلك بقى وأنت عمالة تعيطي تعيطي من صعوبة الامتحان، وكنت هتجنن وأروح لك اللجنة. ياه وليه كل السيناريو اللي عملته في دماغك ده؟ أنت ما تعرفيش أنا بقيت بقلق عليكي قد إيه ومشغول بيكي إزاي. بس أنا زعلانة منك. ليه؟ طب قولي لي ايه غلطتي وانا اصلح غلطتي دلوقتي حالا. احنا مش اتفقنا انك ما تجيليش ايام الامتحانات عشان تقعد تذاكر؟ ما قدرتش، كنت عاوز اطمن عليكي قوي. اوكي، ما انت كان ممكن تطمن عليا في التليفون. كنت عايز اشوفك كمان مش بس اطمن عليك. وبعدين ما انت جيتي لحد كافيتيريا يعني عارفه ان انا موجود.
قصدك، عارفه انك مجنون. ماشي مجنون مجنون، بس ما تزعليش مني. انا ما اقدرش ازعل منك ابدا بجد يا سلوى. بصراحه يا سلوى انت شقلبتي كياني كله. فجاه بقى ليا هدف وليا معنى للحياه، فجاه بقيتي كل حاجه في حياتي. مش عارف اسمي الاحساس ده ايه، احطه تحت انهي بند. اللي هو انت ايه رايك؟